بيساعدنيش اني نعدي نهاري في قهوه مع اصحابي، نبقى قاعد في قهوه نهار كامل من ننام في حد شيء. ترى كونتر الوقت ما نبداش في جيبي 100 فرنك واي موضوع خايف في حياتي عامله ما نحرقش. لازم يعني تكون فما دي كونديسيون يحكموا باش تخلي يعني السياح الاجانب يجيو لتونس، سينو ما فهم معنا وين نوصلوا. حسب رايك الوضع في تونس توا يشجع معناها على انه السياح يجيو لتونس؟ ولا بليز او موان نجم تقول. الوضع في تونس توا اش رايك فيه كشباب؟ ماهوش مستقر. بعد من الناس انا نقرا ومانيش عارف على روحي اسكو معناها كي نكمل قرايتي اسكو باش نخدم والا لا. واي شاب تونسي يطمح انه يخرج يقرا لبرا. كلنا كيكا. لكن شنو اللي يخلي توا الشباب القرايه في بلاده ما عادش تعجبه، يحس اللي هي ما عندها وين توصل؟ ليه مش ما عندها وين توصل، جوست انه الوضع يحكم عليك انك تخرج تقرا لبرا خير من اللي تبقى في تونس. خاطر اللاج نتاعنا توا بحكم معناها واحد 22 سنه كي تعمل كومباريزون بينك وبين عبد ايش لبرا تلقاه هو يقرا او ميم تون يكون. بار كونتر انت مازلت تقرا وتتمصرف من داركم، فهمت شنو نقصد؟ شنو اللي خلينا ديما نقارنوا في رواحنا وقت اللي هي حاجه خايبه؟ يعني هو ذاك عنده ستيل دو في نتاعه واني علاش نوصل نقارن في روحي معاه؟ مش حاجه خايبه انا راها، خاطر اي انسان ماذا بيه يكون روحه يرى روحه معناه برمي لي ميور في تونس، كلكو سوا النيفو نتاع العيشه، كلكو سوا الدخل نتاعه اللي هو يجيب فلوس وحده. خاطر باش تبقى معناها ماكش باش تبقى تدخل في فلوس ما عندك وين باش توصل، معناها باش نوصل عمري 30 سنه وانا مازلت ما عملت حتى شيء نقرا كهو، ماذا بيا نقرا وميم تو عندي دخل نتاع فلوس. وفي تونس الشيء هذا ما فماش، ابسط الامور انه حتى الباي بال في تونس باش تدخل تخدم من السيتات اللي في الانترنت ما عندكش لاكسي جمله. كل شيء بلوكي في تونس معناها تبقى حابس هكاك، وانا من واحد من الناس ما يساعدنيش اني نعدي نهاري في قهوه مع اصحابي، نبقى قاعد في قهوه نهار كامل من ننام في حتى شيء. وقت لي نجم بالانترنت ندخل ألف حاجة وحاجة، ما بلادي ما تخلينيش، مش نكرهها تونس أما هذيك هي كاو لازم نقبلوا الوضع. يعني ما نحاولوش حتى نطالبوا بطريقة أو بأخرى أنه يسيبوا لكم الدومين هذايا. الدومين هذايا طالبوا ألف غيري وألف قبلي وشيء، معناها مش باش نطالب به أنا ولا اللي بعدي باش تتقبل الحكاية، معناها حكاية تبقى نتاع وقت، وقت القدام، والوقت تو الناس معناها الوقت يجري بينا من الآخر، يعني لازم تلعب كونتر الوقت. يلسي فيه فتك ترانسا هي ما عندكم مش دخل. يعني ما فماش امل انه نتطوروا شويه في الدومين هذايا في تونس؟ فما والله فما، ما العمر نتاع توا صعيب شويه، نحنا ماذا بينا يعني فيسع فيسع نلقاو المود في اللي نحبوا عليه واللي هو البرة. منش نقارن يعني انا بعبد اخر كيف عايش البرة، جوست يعني انا زادا ماذا بيا نعيش كيف هو. معناها نكومباري روحي بالبي باش نوصل للنيفو هذاك، مش معناها نكومباري روحي وجست كلام وكاها وشوفوا كيفاه وانا كيفاه ونقف في البوان هذيك وكاها، هذيك هي الحاجه. البرا هل انه انت تنجم تخمم نهار في الحرقه؟ امبوسيبل. اخر حاجه تصور اني امبوسيبل نبداش في جيبي 100 فرنك واي موضوع خايف في حياتي عامله ما نحرقش. يعني حتى لو كان مستقبلك مرهون في الحرقه؟ امبوسيبل. كي نبقاش وحدي في تونس ما نعملهاش جمله زي. انا كونتر انه الانسان يحرق، انه يقمر بحياته، خاطر تحب ولا تكره عندك فامي وراك لاني تعبت عليك وقراتك ووصلتك النيفو معين باش تجي انت في الاخر معناها حتى ما يخول باك وليت عبيت تخول باك وتحرق. يعني انا نراها انك تبقى في بلادك وتقرا وتحاول تطلع بوراقك خير من انه تتمرمد وتبقى 5 سنين و6 سنين وشكون يعرف انك باش توصل ولا غادي. كونتر انه العباد تحرق.